ادي الصاروخ الامريكي يا جماعه لحظه انطلاقه. هو انطلق بسرعه كبيره جدا جدا جدا، وبعد انطلاقه تم فقد السيطره عليه لانه انطلق قبل ميعاد انطلاقه او السيستم اللي المفروض مظبوط عليه. بعد انطلاقه وعدم السيطرة عليه أكيد هيكرر نفس السيناريو بتاع الصاروخ الصيني. هو فيه بجد؟ لا بجد فيه. معقول شركات كبيرة فضائية تغلط الغلطات دي؟ ولا إيه اللي بيحصل بالظبط؟ أصل مش معقول صاروخين في شهر واحد يتفقد السيطرة عليهم. طيب الصاروخ الصيني وعد على خير، يا ترى ده هيكون إيه بقى؟